الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الخميس تبلغ درجات الحرارة ذروتها وتصبح الأجواء حارة إلى حارة نسبيا في عموم المناطق، وشديدة الحرارة في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. وكنتيجة لهذه الأحوال الجوية تتأثر المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتساقط على إثرها زخات من الأمطار رح تكون رعدية إن شاء الله، واحتمالية لهبوب للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا النهار إن شاء الله في العاصمة عمان بتسجل 34 مع أجواء صافية، نسبة الرطوبة عالية 85% وسرعة الرياح 21 كيلومتر في الساعة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة. نبدأها شمالا مع إربد بتسجل نهارا بين 33 ليلا 19، عجلون بين 32 19، والمفرق درجة حرارة عالية 37 نهارا 20 ليلا، جرش بين 36 و 22 درجة مئوية وأجواء حارة في هذه المناطق. المناطق الوسطى مع العاصمة عمان بتسجل 34 نهارا 20 ليلا، البلقاء 34 نهارا 21 ليلا، الزرقاء درجات حرارة عالية وحارة بتسجل بين 38 و 23، مادبا أجواء حارة بين 35 و 19، البحر الميت أجواء حارة جدا 40 نهارا وبتنخفض ليلا ل 27 درجة مئوية إن شاء الله. أما الكرك 34 نهارا 20 ليلا أجواء غائمة جزئية، الطفيلة بين 32 و 20، الشوبك بين 31 و 19، معان بين 37 و 23 واحتمالية الهبوب للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، العقبة أجواء حارة جدا 40 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 25 درجة مئوية بإذن الله. أخيرا المناطق الشرقية، الرويشد بتسجل نهارا 40 ليلا 27، الصفاوي 40 نهارا ليلا 24، الأزرق 41 نهارا و24 درجة مئوية بتسجلها ليلا وأجواء حارة جدا في هذه المناطق. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب. شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.